من جهدها وعمل يديها تعيل صباح العزة نفسها وابنها بهجت لتجهيز طلبيات الطعام المختلفة من خضروات ومعجنات من خلال تعاونها مع جمعية المرأة العاملة للتنمية منذ 6 سنوات. أصعب شغلة أني أكون مزنوقة بطلبيتين ثلاثة وملزمة فيهن في يوم معين في ساعة معينة وما عنديش حد يساعدني، هذا أكتر إشي بكون صعب علي. أزكى إشي لما تقولي والله أنا لما دخلت العمارة شميت ريحة الملوخية عرفت أنها هاي ملوخية أم تامر، أنا رحت اليوم عندي فلانة وأكلت كعك، صدق وأمني بالله أني هذا حسيت أنه منك، لأنه نكهة بيكون كثير زاكي. حال صباح كحال 20 سيدات أخرى يزودن مطعم الزوادة المختص بالأكل البيتي بالمواد الغذائية الخام والجاهزة اللازمة لإنجاز مختلف المأكولات الفلسطينية بأيدي النسائية ضمن مشروع قائم منذ العام 2004. إحنا أكل البيتي ومية بالمية بيكون كلياته مواد طبيعية، لا في مواد حافظة ولا إشي، كلياته شغل بيتي، يعني شغل منجيبه من الست فورا من الأرض ومن هاي بلقطونا إياه الدوال، وهاي لا هو معلب ولا مفرز ولا إشي، أخطر كله طازة ومنشتغل فيه فورا. إلى جانب العاملات في بيوتهن يمتد مشروع التمكين الاقتصادي ليشمل 16 تعاونية نسائية من مختلف مناطق رام الله وقراها يحاربن ظروفهن الاقتصادية بما جادت به أرضهن وبرعت به أيديهن. بدها تمكن نفسها في جميع المهارات، بدها تدرب حالها، بدها ترفع من قيمتها. لازم الست دائما يعني تنظر الى الاعلى، مش انها ست في البيت بس وللمسيح وللكنس، لا، انه هناك هي بتحس اصلا بالسعاده لما تشعر انها هي بتنتج وبتصور وبتستفيد من انتاجها وبتقدر تصرف على الاسره وعلى حالها على ذاتها، تحقيق ذاتها. كجمعيه تعمل على التمكين الاقتصادي نقوم بتوفير دورات تدريبيه للنساء في مجال التسويق، في مجال التبكيت، الدعاية، من أجل بالفعل المنافسة بالسوق وبيعها بأسعار تعود بالفائدة على النساء. الكد والإنتاج بما توفر أساس عمل عديد من النساء التي يشكلن بإنتاجاتهن المنزلية اليدوية سنداً لأنفسهن ولأسرهن. من رام الله، لورين زيداني، وكالة وفاء.